من هذا المكتب أتوجه إلى كافة التونسيين والتونسيات وإلى كافة الناخبين والناخبات لأقول لهم في يوم عيد ذكرى الثورة، هذه فرصتكم التاريخية يا أبناء شعبنا العظيم في تونس وفي كل مكان من العالم، فلا تفوتوها واحتكموا إلى ضمائركم وحدها حتى تستردوا حقوقكم المشروعة في العدل وفي الحرية، وأسقطوا الأقناع عن وجوه التي لبسوها أنتم وحدكم باختياركم الحر وبوعيكم بكل التحديات، قادرون على المضي قدما لنضع معا تاريخا جديدا، لنصنع اليد في اليد تاريخا جديدا لبلادنا، وليتذكر الذين سيتم انتخابهم اليوم أو في الدورة القادمة إن تم اللجوء إلى دورة ثانية، ليتذكر هؤلاء أنهم سيبقون تحت رقابة ناخبيهم، فإذا تنكروا لمن انتخبهم ولم يعملوا صادقين من أجل تحقيق ما وعدوا به ناخبيهم، فوكالتهم بالإمكان سحبها كما ينص على ذلك القانون الانتخابي. اصنعوا تاريخكم بأنفسكم، أنتم يا أبناء شعب التونسي أصحاب السيادة، فلتكن السيادة للشعب لتحقيق الحرية والكرامة ولتركيز سيادة تونس حتى تصدر القوانين من المجلس النيابي القادم معبرة عن رغبات وتطلعات شعبنا في العزة وفي الحرية وفي الكرامة. أنه يوم تاريخي لانتخاب أعضاء هذا المجلس الأول، مجلس نواب الشعب، قبل انتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم، فلتكونوا في الموعد مع التاريخ لنصنع معا تاريخا جديدا. توكلوا على الله واعملوا من أجل أن نقطع مع من هؤلاء الذين نهبوا البلاد وخربوا ونصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب التونسي بطريقة اقتراع بائدة كما أثبتت التجربة ذلك. يوم تاريخي بكل المقاييس، تم تحديد هذا الموعد وتم احترامه بالرغم من كل العقبات وبالرغم من هذه الأقنعة التي لبسها البعض في وسائل الإعلام وقدم نفسه من أنه في المسار ولكنه خارج مسار التصحيح وخارج 25 من جويلية من سنة 21 و2000. لا تحتكموا إلا إلى ضمائركم، ولا يغرنكم أبدا خطاب هؤلاء المشككين وخطاب هؤلاء الذين وضعوا أقنعة على وجوههم واندسوا بين صفوفكم. انتبهوا إليهم، وانتبهوا خاصة لمن يدفع الأموال لشراء الذمم، لأنهم لا يعتبرون المواطن مواطنا بل يعتبرونه ورقة اقتراع توضع في صندوق الاقتراع. سنصنع إن شاء الله تاريخا جديدا لتونس،
سنصنع إن شاء الله تاريخا يعيش فيه كل التونسيين والتونسيات أحرارا، يجد كل واحد منه حقه في وطنه، يجد حقه في التعليم وفي الصحة وفي النقل وفي الضمان الاجتماعي. تلك مطالبكم فلتحقق إن شاء الله في المجلس القادم قبل انتخابات المجلس الثاني المتصل بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم، وشكرا لكم.